صحة رمضان لكم ومرحبا بكم في صحانا. طيلة شهر رمضان رايحين نرافقكم بمواضيع على الصيام، الصحة والتغذية. إذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا وشنو هي العادات اللي لازم تبعوها باش ما تسمنوش في رمضان. دونك في رأيكم كاين الناس اللي يسمن لهم الصيام؟ هذا صحيح، ويسمنوا تو سامبلومون باسكو عندهم عادات غذائية سيئة. الأكل الصحي في رمضان ما يعنيش الحرمان، وإنما يعني التنظيم، على خاطر زيادة الوزن في رمضان تكون بسبب الماكلة اللي فيها السكر والدهون في الفطور وفي السهرة، وثاني السحور بكميات كبيرة والنوم جوست أبخي. وضع الكثير ثاني من أصناف الأكل فوق طابلة، هكذا الإنسان يأكل منهم كامل وما يقدرش يحبس، قلة الحركة ثاني. تقدروا تتفادوا زيادة الوزن خلال شهر رمضان، سورتو كو الصيف راهو جاي، عن طريق تحسين عاداتكم الغذائية، وهذا كي تاكلوا كميات معتدلة في الفطور، سيو تمضغوا مليح وكلوا بالعقل، كثروا من الأطباق اللي فيهم الخضرة، استعملوا تباسة يكونوا صغار وما تعمروهمش بزاف. وإذا خلاص تبسي ومازالكم تحسوا بالجوع، سيو كملوا بشلاضة ولا بشوية فاكهة. اعتمدوا دائما على الشوربة تاع الخضرة، خيروا مشتقات الحليب اللي ما يكونش فيها الدسم بزاف، وفي السهرة بدلوا الحلويات اللي فيها الدهون والسكر بالفاكهة، اي دو بريفيرونس ما تعصروهاش. بدلوا اللحم الغلمي باللحم البقري ولا باللحوم البيضاء. سيو تاني بدلوا السمن والزبدة بزيوت نباتية، ومارسوا نشاط رياضي سواء قبل الفطور بنص ساعة ولا بعد الفطور بزوج سوايع. ان شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعودوا تشوفوا صحامات سوغ انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، صيام مقبول ان شاء الله، وبقاو على خير. تيزان سون تي في، الطبيعة في كاس تيزانة، جودة ماكفار.